بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال دايما يا رب. اسمحوا لي حبايبي ان احنا نقدم بمناسبة المولد النبوي الشريف يعني حاجة كده بسيطة جدا لبناتنا، نفرح بيهم بناتنا في البيت وتكون من صنع ايدينا، ممكن هم يساعدونا كمان. عروسة المولد اللي مشهورة جدا كل سنة بتبقى غالية جدا، وهي بتشتري جاهزة من بره، احنا هنعملها في البيت بأقل التكاليف، وكمان هيكون شكلها حلو جدا ويفرح أولادنا. انا هستخدم معايا ازازة الحاجة الساعة دي، تمام، وهستخدم ورق فوق. انا عندي حددت الجزء ده كده، تمام، ومن عند الغطا كده، وهي هفتح الجزء ده كده وهفتح الجزء ده ونرجع نشوف ايه مع بعض. كده حبايبي بعد ما قصينا كده الجزء اللي فوق واللي تحت من الازازه زي ما قلنا، ودخلنا كده العروسه عشان نجهزها عشان ايه نلبس الفستان كده ونزوق. هنشوف كده مع بعض. انا عندي مبدئيا عامله القصه كده الكرتونه دي عشان اثبت عليها الجزء ده كده بالشمع عشان يبقى ثابت معايا. بسم الله بالشكل ده كده واثبت ايه العروسه، تمام، اها بالمنظر ده كده واثبتها كويس جدا بالشكل ده. غطى الازازه ده كده وهاخد مجموعه من المربعات. بسم الله باي بقى ايه الوان تحبيها من الفوق، تمام، بالشكل ده كده. Thank you.
ما تنسوش من اللايك والاشتراك في القناة حتى يوصلك كل جديد. بشكر جميع اللي اشترك عندي في جداد وعلى راسي من فوق، وكمان اصحابي واخواتي اللي معايا على طول، جزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.